السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد حلقة جديدة كونسيرنون الهجرة بالنسبة للناس اللي انتريسي بور ليميغراسيون ولا الناس اللي كيقلبوا على فرص شغل عمل عبر دول أوروبية ولا في كندا. فاحنا ديما كنجيبوا الجديد عبر هذه القناة هذه في إطار المدوية المساعدة، تنديروا بحوث، تنديروا دي زيتود تحريات على شركات اللي متواجدين في أوروبا كندا اللي كيقبلوا الموظفين ولا الناس اللي عبر الانترناسيونال عبر العالم. هاد الشركات ما كنحطوهم لكم حتى كنتاكدوا من المصداقيه ديالهم ومن مصداقيه الخبر على انه از اكسبت لي دوموند عبر العالم. صافي، ديال الشركه عندها الحق تصيفط لك عقد عمل وديك عندها تخدم معاها سواء في كندا ولا في سويسرا ولا دول اوروبيه. فكاين اللي كيسول واش هاد لي زوفر متعلقين بالناس اللي هما متواجدين في البلد؟ لا، حنا تنتاكدوا من الخبر على انه اي واحد يقدر يبوستولي كسوا في المغرب ولا الدول العربيه يمكن لك تبوستولي. فاليوم غنهضروا على سويسرا، الناس اللي باغيين يهاجروا لسويسرا. اول حاجه غادي نخلي لكم الرابط ديال ليميغراسيون ديال سويسرا، كلشي يقدر يدفع فيه لا دوموند ديميغراسيون طلب الهجره. ومن بعد لي ليان غنخلي لكم لي زوفر دومبلوا، لي زوفر دومبلوا اللي داروهم الشركات اللي عندهم عندهم نقص في العامله ومحتاجين لي زومبلوي ا لانترناسيونال. كيسكو سافي دير ا لانترناسيونال؟ يشيرش با موظفين في سويسرا. دابا الفيديو ديال اليوم غنهضروا على سويسرا، كيقلبوا على موظفين خارج سويسرا حيت عندهم نقص في العامله من دول عربيه اولا من المغرب اولا من افريقيا اون جينيرال اللي بغى يبوستولي. عندك الحق تبوستولي وين تقبل الدوسي ديالك، يصاوبوا لك لي بابي، يصاوبوا الكونطا وتهاجر. فهادو دي زوفر ان انترناسيونال. كنعاودو ناكد شنو هي ان انترناسيونال، وهي عبر العالم اي واحد متواجد خارج سويسرا كسب المغرب ولا في دول اخرى دول اخرى يمكن لك تبوستولي ودوز لونتروتيان ولا تقبلتي يديوك عندهم بعقد عمل. الغوفرنمون ديالهم كيعطيهم الحق انهم يوفروا عقود عمل للناس خارج البلاد، يوفروا لك عقد عمل ويجيبوك عندهم لان عندهم نقص في العامله. تري بيان، فغادي نقرا عليكم بعض الفقرات. اول لو ليان اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف، لو ليان بور دوموند ديميغراسيون. هاد لو ليان ديال دوموند ديميغراسيون اي واحد يقدر يدخل ليه ويعمر المواصفات ديالو ويعمر لا دوموند طلب ديالو ليميغراسيون. تحت منه غتلقاو لي زوفر دومبلوا اون سويس، فرص العمل ديال اي واحد يقدر يبوستولي. قلنا كولابوراتور كولابوراتريس لوجيستيك ريسبسيونيست، كولابوراتور ادمنستراتيف وكولابوراتريس ادمنستراتيف، اسيستون ادمنستراتيف، كيسي شنو هنا، كيسي اسيستون ادمين، كيسي ميكانيسيان، شنو عندنا هنا؟ تري بيان، ميكانيسيان، ستاجير اون جيني سيفيل، تري بيان، عندنا كيسي، انجينيور سيفيل، انجينيور اون جيني سيفيل، انجينيور اوبيراسيون مانجمنت، تري بيان، شنو عندنا مازال؟ اجون سيكوريتي، كوافور، كوافوز، انفيرميير، انفيرمي، لي دو، هوموفان، ريكروتمون، بوشي، ميكانيسيان سودور، ميك اب ارتيست، سودور، كونسيي دو فونت، امبلويي، كونسيي دو فونت، امبلويي نيتواياج، سيرفور، بيان سيرفوز، ديفلوبور ويب، ديفلوبور جافا، peintre en bâtiment, l'espera. Très bien. Électricien, Amil Karaba. Très bien. Monteur en chauffage, les qui sauve les chauffe-eau ou le four. Installateur, installatrice en sanitaire. Job dans le domaine industriel. Mécanicien automobile. Contrôleur de matériaux construction, chauffeur polyvalent, chauffeur poids lourd, assistant ou assistante comptable,
auditeur ou bien auditrice junior. Très bien. Femme de ménage. L'hôtellerie, Nazi l'hôtellerie. Ingénieur maintenance, ainsi de suite. Allez, trouvez les offres d'emploi. كل واحد يبوصلي على حساب لوفر دومبلوا اللي عنده اللي هو ما لقاش لوفر دومبلوا ديالو يخلي لنا لوفر دومبلوا ديالو في الكومونتير الدومين ديالو نقلبوا له في الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله فحد موفق للجميع كل واحد يبوصلي ويدفع السيفي ديالو عندهم لا سويت العامله وطالبين الناس بارطاجوا الفيديو باش الفائده تعمل الجميع كلشي يستفد تقدر تكون سبب خير شي واحد اللي هاجر ولقى خدمه كيف تبغي الخير لراسك تبغي الناس كيف تنتجي بنت الله اللي بارطاجي معك شي واحد شي مرة شي فيديو وتلقى به عمل او لا تهجر به فبارطاجيو الفيديو باش فائدة تعمل الجميع الناس اللي مازال ما تابوناوش يديروا ابوني في لاشين الا بغيتونا شي موضوع نناقشوه مرحبا بكم بليزير دفعوا الدوسي ديالكم بالنسبة قلنا لو ليان الاول غادي تلقاو فيه ديال لا دوموند ديميغراسيون كلشي عما كاع لي دومين ومن بعد غتلقاو لي زوفر دومبلوا اللي كيغوكروتيو الانترناسيونال عبر العالم فاش تدفعوا تعمروا لا دوموند بيان سور لي زانفو يكونوا كوريكت حاول ان ما تغلط حتى في التانفورماسيون لا طلبوا منك لو دوسي يكون لو دوسي يكون عندك جديد صافي داك الشيء صافي ديال جديد لا طلبوا منك شي بابي شي ورقه بحال شهاده السكنه ولا شي حاجه تكون اكتواليزي ميزا جور كيسك صافي ديال ميزا جور تكون يلا واخدها ما ديش عليها 15 يوم ما تعطيهمش شي ورقه دايزه عليها عام ياخذوك الدوسي ديالك طلبوا منك شهاده طبيه كتبين انك بصحه جيده جيبها لهم عند محلف طبيب محلف ما تجيبهاش من عند اي طبيب طلبوا منك شي ورقه دير لها ترجمه عندك بالعربيه غترجمها ترجمها عند محلف ودير لها لوغانيزاسيون غادي يطلبوا منك شهاده الخبره بيان سور ملي غتجيبها الا كنتي نجار ولا سبير ولا ميكانيسيان ولا اوديتور ولا ماركتير ولا جو سي با غادي تطلب شهاده من عند الشركه مع من خدام ولا الشركه مع من كنتي خدام او المقاول اللي خدام معاه يعطيك واحد الشهاده ديال الخبره ان عندك الاكسبيريونس في الميدان هي اللي غتنفعك باش تهاجر بلا ريال بلا جوج ما تخلص لا درهم لا جوج كنشوف بعض الناس كينتقدوا في لي كومونتير هذوك غالبا كيكونوا دي بيرو ديال ليميغراسيون لان حنا كنديروا هاد لو سيرفيس غراتوي هما كيتخلصوا عليه فلو سيرفيس غيبقى ديما غراتوي وغنستمروا في هاد العمل ديالنا كي كنقولوا انا ما كيهمونيش بعض الانتقادات كيهموني الناس اللي كيشكرونا على هاد المجهودات اللي كنقوموا بها فاللي كينتقد غالبا كي قلت لكم كيكون تابع لمكاتب الهجره وهذوك المكاتب كيبغيو يتخلصوا من الناس حنا هادشي تنديروا غراتويتمون كاين الناس اللي مشاو عبر القناه لقاو الشغل ومشاو كاين الناس مازال غيمشيو ان شاء الله الواحد ما يقش ما يدفع يوميا كنديروا فيديوهات على الهجره دفع يوميا يوميا تيجيب الله ديما كي كنقولوا الواحد يطلب الله سبحانه وتعالى هو الاول باش يسر الامور ويثق في راسو ويحاول انه ما يعش لكن انت غادي تفرش فيديو تافه في جوج دقائق ثلاثه دقائق تدخل عمال الاستماره تقدر تكون سبب في المستقبل ديالك ما عندك ما دير شي فيديو تافه تدخل عمال الاستماره عندك فيها ميم با 5 مينوت تقدر تكون سبب خير ليك نتايا في مستقبل كل عائلتك ما عندك ما تخسر لا ما كنتيش كتعرف شوف شي سيبير يعمر ليك او لا شي واحد اللي كيعرف يعمر او لا شي شخص من العائله يعمر ليك الاستماره عطى الله لي سيبي عطى الله الناس اللي كنشوفوا بعض المرات الناس في الكومونتير كيقولوا بانه يقدروا يساعدوا الناس يعمروا الاستماره مشكورين على ذلك هذا التطوع اللي هو جيد اننا نتعاونوا بيناتنا ونديروا يد فيد كي كنقولوا باش نكونوا من حسن الى احسن ان شاء الله فاي واحد كيعرف يعمر الاستماره كيعمرها لراسو ويعرف يعمر يقدر يطلب من الناس لي كومونتير يعمر ليهم وهذا عمل جيد كي قلت لكم مشكورين عليه فالواحد ما يقش يبقى ديما كي كنقولوا بوزيتيف ويحاول انه ينجح في حياته العمليه حتى حاجه ما كتجي سهله خص الاصرار شكون هما الناس اللي كينجحوا في الحياه هما اللي كيكونوا ان ابوندون با يفو با ابوندوني خصك تكون مصير ومصير ومصير يوميا تبوسولي يوميا تدفع الطلبات حتى يجيب الله ولا بدا ما يجيب الله لا دفعتي 100 طالب ولا بدا ما يجيب لك الله شي طالب يصدق لك فنتمنى واحد الموفق للجميع كي قلت لكم اللي ما خليناش لوفر دومبلوا ديالو يخليها لنا في الكومونتير نقلبوا له لا بروشين فوا ان شاء الله وكيوعدكم على المقاريب غادي يجيبوا شي شخص ان شاء الله غيبدا يعمر الاستمارات الناس اللي ما كيعرفوش يعمروا الناس اللي كيعرفوا يعمروا يعمروا راسهم اللي ما كيعرفوش يعمروا غنجيبوا واحد الشخص اللي غيخدموا معنا في القناه اللي غيبدا يعمر الناس غراتويتمون فابور بلا ريال بلا جوج غادي نخلصوا من المال الخاص باش يعمر الناس الاستمارات هادشي تنديروا في اطار المساعده فبارطاجيو هذا الفيديو باش نستمروا في العمل ديالنا والى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله
الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.